من دراستهم. ممكن احنا تنطبق عليها أستاذة جامعية أو لا ما بتنطبق هذه لا تنجم تكون أستاذة جامعية يعني، لكن مش شرط إنه مش شرط تكون أستاذة جامعية. أهلا وسهلا فيك يا أستاذة فاتن في برنامجنا المرأة في الاقتصاد. مثل ما تبعتي معنا مصرنا ببداية الحلقة إنه هالبرنامج عمله مركز الثقافي المجلس الثقافي البريطاني بناء على أبحاث ودراسات ميدانية، ومثل ما قالت الدكتور نجاة في القسم الأول نجاة رشدي إنه النظرية شيء، الواقع شيء، والتطبيق شيء آخر، يعني عندنا ثلاث مراحل. فمن خلال مواكبتك بموقعك يلي هو مركز إقليمي مع صغر سنك كمان، نحن هون نوجه تحية لإلك لأنه هذا نموذج للمرأة اللبنانية والعربية للبنت اللبنانية والعربية. كيف قدرتي تلاقي أو هل قدرتي ترصدي ثغرات بهالبرنامج بين النظرية والواقع والتطبيق؟ صراحة لاحظنا أنه حسب المهنة اللي اخترناها بكل بلد وحسب البلد اللي بلشنا البرنامج فيه الثغرات منا هي ذاتها بكل البلدان. يعني في بلدان وحسب ما مين كنا عم نتعامل، يمكن مع الحكومات أو المنظمات الشبابية أو المجتمع المدني أو المنظمات غير حكومية، حسب ما مين كنا عم نتعامل بكل بلد الثغرات بتختلف، تختلف من حيث نوعيتها أو من حيث نسبتها، نسبتها الثغرة بين النظرية والواقع. مزبوط، تختلف من حيث قدي هالمنظمات أو هالpartnerships اللي عملناهم مع الدول بتسهل أنه يكون في تطبيق للنظرية. يعني نحن بالنهاية ما فينا نشتغل لوحدنا، البرنامج لازم يكون في تكامل صحيح مع المنظمات الغير حكومية الأخرى الموجودة بالبلاد العربية مع الحكومة. يعني نحن لوحدنا البرنامج ما بيقدر يقدم، ما بيقلع، لما بيقلع لازم كلنا نتحد. يعني إن كنا نحن كمجلس الثقافة البريطاني من خلال مشروع نساء في العمل أخذنا بارت صغير من كيف فينا ننمي المرأة العربية، لازم كمان نشترك مع غير برامج بتقدمها غير منظمات تنقدر. هل قدرتوا اشتركتوا أو بعد أول تجربة كانت ميدانية على الأرض فاستقيتوا من أنه مفروض نشترك مع منظمات إقليمية؟ هيدا اللي اكتشفناه بعد ثلاث سنين. نحن قلنا ثلاث سنين عم نمشي بالبرنامج، انطلق البرنامج من ثلاث سنين واكتشفنا أنه مزبوط إذا كان في ثغرات، ومثل ما حضرتك قلتي نسبة يعني إن كانت كبيرة أو صغيرة في ثغرات، لازم نحن نصغر الثغرة من خلال البارتنرشيبس مع المنظمات الذكرية الثانية مع الحكومة. مزبوط، نقدر يكون في عن جد امباكت متكامل مش من محل مش ناقص، مش ناخد عمل مختصر أو مقتضب أو ناقص. ست هنا، يعني كموقع مستشارة لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة مثل سوريا ومفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منتشر بدولنا العربية لأن معظم مؤسساتنا هي صغيرة ومتوسطة بشكل النسبة الأكبر، عفوا النسبة الأكبر صحيح. فأدي لقيتي أو شو هي حاجات هالنوع من المؤسسات أو صاحبات هالأعمال أو أصحاب هالأعمال الشباب، يعني شو هي حاجاتهم الحقيقية وإلى أي مدى بتحسي هالبرامج اللي عم تجينا من برا من السفرات من المنظمات الإقليمية والدولية وغيرها قدي فعلا هي عم بتساعد بالتطوير، يعني بدون كومبليمون، بعيدا عن كل بروتوكولات وكومبليمونات اجتماعية ودبلوماسية، إلى أي مدى حسيتي عم بتخاطب فعلا حاجاتهم؟ شكرا كثير لهالسؤال. حقيقة صار لي أنا أكثر من 5 سنين عم بشتغل بهالمجال تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، أغلب شغلنا عم بيكون على مستوى إداري وتنظيمي. يعني هلأ مثلا شركة تشتغل بمجال الصباغ، ما حأدخل أنا علمهم لناس أجدادهم بيشتغلوا بقطاع الصباغ كيف يشتغلوا صباغ، هن اصلا عارفين، هن ابا عن جد عريقين بهذا المجال. نعم. فنحن شغلنا عم بيكون اغلبه كيف تدير المنشاه تبعتك بشكل
حديث مودرن بشكل بروفيشنال مهني بحيث تفتح كمان النافذة لبرا، تحسن تصدر لدول أكثر، تحسن الصورة تبعت الشركة، لأنه الأمور التقنية موجودة، ولكن بس بيبقى هدول اللي بنسميهم أمور إدارية وأمور تسويقية لحتى هالمنتج اللي جودته فعلا كتير جيدة يطلع لبرا ويحسن يوصل بالصورة الجيدة. نعم. طيب إلى أي مدى حسيتي أنه مفوضية الاتحاد الأوروبي ودول الأوروبية من بريطانيا وفرنسا وغيرها اللي نحن داخلين كمنطقة فيها باتفاقيات شراكة أوروبية، وهذه الشراكة هي عم تحكي عن تبادل بعمل تجاري، تبادل ثقافي وغيره، وسوريا من اللي عم تحضر للانضمام، بس نحن نعرف بسبب الوضع السياسي بعد لحد هلأ ما أعلنت انضمامها، وإنما العمل على قدم وساق فيها أكيد. من القوانين لقطاع خاص لا إلى ما هناك لمؤسسات القطاع العام. فإلى أي مدى حسيتي أنه هالمؤسسة الدولية عم تعمل فعلا بجدية ببرامج عم تنمي قدرات هالفريق من الشباب والصبايا ليقدروا فعلا يوصلوا منتجهم للأسواق الأوروبية؟ تمام. هلأ أوروبا عم تسعى لهالشي، بعرف في مضمار شغلي يعني شركات صغيرة ومتوسطة بيسألوني كتير إنه ليش، طيب ليش أوروبا عم تعمل كل هالدعم وعم تقدم مئات الملايين؟ نحن دائما عندنا نظرية المؤامرة، مؤامرة من وراها. كتير بيسألوني الشركات بالأول شي بكونوا هيك سكبتكل شوي متخوفين، بقول لهم لا، أوروبا من مصلحتها يكون في سوق لإلها ولاستيعاب كمان أفكارها موجودين هون. هلا غير موضوع انه تكون المنطقه هون كسوق لها ولا منتجاتها، لازم يكون في يد عامله ماهره موجوده بالبلد هون لحتى ما تهاجر البلد وتروح لاوروبا، تروح لغير بلاد تشتغل وتفضل بلد هون من الناس. يعني في تخوف من هيدي الناس؟ هلا من زمان، من الاول كان في تخوف، بس بعدين في العكس صار في استيعاب كتير كبير وشغف لهال إن كان قروض إن كان إعانات على شكل استشارات مثل نعم. الشيء اللي نحن عم نقدمه أو على شكل تدريب أو على شكل برامج، يعني استفاد منها قسم كبير من المجتمع السوري كتير. وين البنت من هالاستفادة؟ الست السورية والبنت السورية الجامعية الطالبة الجامعية الست عم تستفيد كتير من البرامج التدريبية لحتى تقوي، يعني هلأ اليوم الست عم تتخرج من الجامعة بس ما عندها هدول المهارات العمل فمن خلال المركز اللي بشتغل فيه عم بيكون في دورات بشكل متواصل لحتى تنمي هاي المهارات. هلأ غير السيمينارز الندوات اللي عم تشجع المرأة لحتى تأخذ دوار ريادية ومشروع مورد اللي هو مشروع كمان كان مخصص ضمن تمام لمساعدة وحضانة المشاريع المرأة لحتى تكرج لحتى تصير مشاريع رابحة ومشاريع ناجحة. نعم. إذا بدنا نجي لتونس وبرنامج نساء في العمل، اختاروا لتونس انه المرأة بعيدة شوي عن حقلنا الاعلامي الانتاجي الاخراجي وكاميرا وومن، كيف انعكست هالتجربة على واقع نسبة عمالة المرأة في حقل الاخراج والانتاج الاعلام التلفزيوني والسينمائي من 3 سنين لهلأ تقريبا؟ يعني هي كانت مش موجودة انه المرأة تكون وراء كاميرا وتدير العمل لكن بعد 3 سنين من التجربة كانت ناجحة بالنسبة للمرأة وخاصة اللي هنالك يعني نساء تحب أنه تكون مرأة هي اللي تباشر العمل قدامها وهذا الشيء، لذا فهي نجحت التجربة. صار في عنا نسبة يعني تونس. يعني أنا لاحظتك أنه عم تفاجأتي انه فريق العمل عنا معظم شباب مثلا، بينما بتونس صار معظم بنات، يعني لازم موجود مرأة اثنين على الاقل بهذا الدومين بهالمجال هذا. طيب انت بتحسي كامرأة تونسية انه هالبرامج اللي وضعتها المجلس الثقافي البريطاني، انت اليوم جاية على لبنان عم تشاركي بورشة عمل
على صعيد المعلوماتية، قطاع الاتصالات والمعلوماتية. فبرأيك هالنوع من البرنامج ما هو كأستاذة إعلامية، ما هي القيمة المضافة اللي أعطيتها؟